احكي جدي اليوم معنا في لعبة انسي موبايل او فيفا. اليوم معي اخي يلعب معي. كنت اريد ان نضع تقنية جديدة في القناة، انني سوف ابدأ فيديوهين عن لعبة انسي موبايل في الاسبوع، وثلاثة فيديوهات، ثلاثة عن لعبة افاتار وورلد، وفيديو واحد عن ألعاب جديدة. وفي الأسبوع المقبل، لأن اليوم هو يوم الجمعة، في الأسبوع المقبل غدا سوف أنزل فيديو عن لعبة أفاتار وورلد. وفي الأسبوع القادم يعني يوم الاثنين أو الثلاثاء أو الأسبوع كله سوف أنزل فيديو عن لعبة ملكة الموضة، لعبة جديدة من اقتراح المتابعين أو أختي. انا اصلا كنت العبها فاقتراح مني، فهيا لنبدا اللعب. انا الان اريد شراء لاعب، ليس لدي الكثير من المال. 6 ملايين كثيره قليله. ان اللاعبون يتباعون، يمكنني ايضا في هذه اللعبه يمكنني بيع اللاعبين. نعم، أنا تشكيلتي رائعة، تشكيلتي أنا وأخي، تشكيلتنا رائعة مذهلة. لدينا، أنا سوف أقرأ اسم لاعب وهو لويس فيغو فريبونك. أين هو؟ فينيسيوس جونيور. يمين اقرأ. لكازيت. اقرأ. روديغير. دي برون. اقرا. سني جدر. اسمه سني جدر. سني جدر. بنزيما بالتأكيد، رافائيلو بالتأكيد. لا يوجد من لا يعرف هؤلاء اللاعبين. كورتوا في الحراسة. احاول ان ابيع عليه. سوف اشتري لاعبا مغربيا لانني كنت اريد اللاعبين المغربيين كثيرا، مثل حكيمي، حكيم زياش، بونو. انه غير. اعطيني اسم لاعب اخر. ام رابط. وناحي. سوف نختار دولة المغرب الان. اعطيني اسماء لاعبين اخرين. المغرب. ديما مغرب. فهي قولي لي لاعب يلعب في اسبانيا. سهلة، يلعب ام هو جنسيته في اسبانيا؟ يلعب فيه. هناك الكثير. فينيسيوس. فينيسيوس انا برازيل. يلعب فيها، قلت يلعب في الدوري. هلا اذا ماذا تقصد؟ يلعب في الدولة. ايه كورتوا. كورتوا لا. كورتوا اين يلعب؟ اين يلعب كورتوا؟ في اخير دي بروين. في ايضا اخوه دي بروين. ياي. كنت فقط اريد ان امزح معك لأنني أظن أن قولي لي لاعب يلعب في إسبانيا. برازيل من غير فينيسيوس. نيمار. من غير نيمار. غير نيمار. فينيسيوس نيمار. ما اسمه؟ نسيت اسمه. قائد باريس سان جيرمان. ماركينيوس. ماركينيوس. مبابي احسن منه. وماركينيوس ماركينيوس قائد. انظر زياش، بونو، امرابط، نصيري، بونو، احد اقرد، مزراوي، وناحي، زياش. الله. مزراوي. حكيمي ولد امه. مغربي. سايس.
سيس اعتزل كثير من اللاعبين الكثير مثل حمد الله الذي يلعب في اتحاد جدة، زياش في غلطة سراي، سيس اعتزل، السباري لا أعلم لأنه ليس أناحي يلعب في مارسيليا إيون مارسيليا، وما اسمه حكيم زياش قلتها غلطة سراي، ويوسف النصيري في إشبيليا، ما اسمه رابط في مانشستر يونايتد، وبونو في الهلال السعودي. توجد عنده وأقرد في أقرد في وستهام يونايتد ومزروي بدون أن ترى بايرنو صحيح. باسكي أين يلعب؟ لا أعرف حتى هذا اللاعب أصلا. أنا أيضا. وحكيمي باريس سان جيرمان. نعم صحيح. أريد شراء حكيمي ثمنه؟ ظننتها 300 مليون. وسوف أشتريه. ثمنه فقط. انظر إلى نريد أن نشتري مطور. نضغط عليه. إذا كنا نريد أن نشتري مطور سوف يقول. ستكون عنده 89. سوف نشتري. وب4 مليون. هل تصدقون هذه؟ سوف أشتريه. 89. إذا طورته مرة أخرى كم سيصير؟ 90. لكن هذا هو الحد الأقصى. لا افهمني، إذا اشتريته الآن ووضعته في التشكيلة وطورته في التشكيلة كم سوف يصبح؟ 90. لكن هذا هو الحد الأقصى. هل يوجد أحد وراءه؟ حاجة تنسى. يمكننا شراءه وبيعه ثانية، سوف يكلف لنا كثير من المال. دوري اشتريناه مطور. انظر هو لا يعرف كيف يدافع. 74 هو بدني، 75 التمرير، 78 المراوغة، يعرف في المراوغة والإيقاع. الإيقاع 92 كثير. جري هو الإيقاع. لاعب الهندي يجري بقوة 101. من فينيسيوس؟ لا ليس إلا. أريد لاعبا جميلا رائعا يلعب كثيرا. نشتري مصيري. لويس فيجو. هذا الذي ليس لويس فيجو بل أنت يا فريبونك. سوف 101 قلت لك طلباتي. سوف نطلب لاعب. من؟ أريد نصيري. لا أعرف لماذا أريد لكنني أريد. سوف نشتري. إنه لا يعرف يسدد. يعرف أن يسدد غير باللغة. يسدد باللغة. يسدد غير بالرجل اليسرى. وهذا جيد. سوف يكون نادرا. هل يمكنك أن تقول شيئا آخر؟ لا. تصفية. سوف أنظر هنا التصفية. أسكت أنت لا تعلم شيئا. سوف أكتب. أريد. من أريد؟ الفريق. الفريق. سوف أختار الفريق الذي أريده. أريد فريقا رائعا. ريال مدريد. إذا وصلتم هذا الفيديو إلى 100 لايك. 100 فقط. 100. لا أحتاج 100,000، 20,000. إذا وصلتم هذا الفيديو إلى 100,000 100 لايك
في الفيديو القادم سوف أضع التشكيلة لاعبية كلها ريال مدريد. انظروا لي نحن الآن نقوم بمهام رمضان. ليس مهام رمضان، ماذا يسمى؟ انظر، مهام الأبطال اليومية رمضان. لا، ماذا؟ توجد هنا رمضان؟ أين هي خاصة برمضان؟ هناك شيء اسمه رمضان. ماذا أعرف أن أسجل الأهداف وألعب المباريات. انظري مهام رمضان هذا ما قلت. مهام رمضان، أنت قلت له. سأذهب إلى المهام. 4-4-1-1 هجومية. يمكنني أن أضع 4-3-3 ولكنها مهاجم واحد. إنها عندي. أنت تحب ولكنني لا أعرف. أخي قل لهم اللاعبين. أنا سوف أقول. أريد بنفيرة أحد. لا تضع هذا هو مكان. اي هنا سانشيل، في مكان سانشيل. جيد، شيء بسرعة بسرعة بسرعة. لا اعرف ما هذا هو. هذا هو اشتريت ساكا، اعطوه لي. انظروا، هذه تشكيلتنا في الحراسة كورتوا، وفي ما اسمه أغبي. ماذا تسمى؟ فريم بونك. وفي السي بي قلب الدفاع. أنا أسميه فقط سي بي ال بي سي ام سي اف سي تي جي اس تي شي سي تي اس تي. هيا وكيمي جا كيمي جا في سي ام سي ام. هذا سي او ام. نحتاج بالسي ام سي ام سي ام سي ام. اين هذا سي ام؟ سي ام ها يوجده. ما هذا لا اعرف اسمه. انه معتزل. ليش معتزل؟ معتزل. اقول لك شيء. انه من بطاقة الدوري الامريكي ومين مات. اذا اعتزل يعني انه مثلا معتزل. من يريد الثاني؟ انا سوف يجده. من يريد فقط هذا كان الجميع يخبرني في التعليقات. نريد الجزء الثاني من فيديو حفلة 1000 مشترك. انه نزل في القناة لكن لا اعرف لماذا لم تجدوه. انظري في تعديل الفار، سوف تجدونه بحسن. تشكيل الفريق، التشكيلة الأساسية سنذهب إليها. انظر، أريد أن ألعب مباراة يا أخي. انظر إلي هذه التشكيلة. أنا من سأنظر؟ من سوف ينظرون؟ أنا رأيت البارحة. أنا أصلا كنت ألعب البارحة. نعم أنت لم تأكل. كنت اخترت تشكيلة 4-2-4. تأتي بال، أنتم تفهمون 4-2-4. أخي لديك سؤال للكرة. قول. إذا عرفت فأنت تحب المغرب. ما هي التشكيلة التي اختارها وليد الركراكي في المونديال؟ هل 4-3-3 أم 4-1-4-1؟ صحيح. قيلها لي أبي في المباراة الأولى. كانت مع كرواتيا. من اختار؟ ما هي التشكيلة التي اختارها وليد الركراكي في المباراة الأولى في المونديال مع كرواتيا الذي تعادلنا فيها؟ 0-0 ضد كرواتيا. ليش كورتوا؟ اقول كورتوا.
كورتوا كرواتيا. ما هي التشكيلات التي استخدمها؟ 4-1-4. وفي المباراة الثانية هي مع بلجيكا من 4-1-4. ومع كندا 4-1-4. ومع في أي مباراة؟ اصمت. ومع 4-1-4-1. ومع البرتغال 4-1-4-1. اصمتي الآن. إذا كنتم تعلمون إجابة ما هي التشكيلة التي اختارها وليد الركراكي مع اكتبوها في التعليق. التعليق الذي سوف يجدها صحيحة سوف أطلعه في الفيديو القادم. وأيضا سوف الآن سوف أريكم كيف ألعب أحسن المباريات. هيا لنا ألعب ضد يوفنتوس. هيا الآن سوف نبدأ اللعب ضد يوفنتوس، وأنا من سوف أتحكم وألعب وسوف أضع أي شيء. أنا سأشجع. نعم، أنت هو المشجعون المغاربة. أول فريق. هيا الآن نبدأ اللعب. هيا سوف نبدأ الآن. هذه هي تشكيلتهم. نعم. هيا أعطيني ألعب. شكرا. أولي. أو. هيا. مي. مي تو. ماذا إيش؟ أخذ لي الكرة. أخذ لي الكرة. من؟ أنا التي أخذ لي الكرة وليس أنت. لا 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 سيتسجل. لا تقولوا ضربة جزاء لأنني أنا لأنني أنا وليس أنت. ماذا تقول أنت؟ وأنا التي سوف لا 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 الحمد لله. دي ماركو خذ الكرة. هيا 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 فينيسيوس جونيور. انا من سوف اقرر. انا التي العب وليس انت. هيا يا فينيسيوس. هيا يا فينيسيوس. هيا يا فينيسيوس. فيني 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 فينيسيوس. هيا هيا بسرعة. يا ربي يا رب اريد التسجيل. لاكازيتي. هيا هيا. هدف 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 لاكازيتي. هدف هدف اول هدف مع الدقيقة 11:42. فينيسيوس غزيتي الصاروخ يتسجل. يسجل الصاروخ وليس الصاروخ يتسجل. الله ضربتها ضربتها. هذا هيا هدف للمغرب والصفر ليوفنتوس. هيا 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 أعطيني ضربة جزاء. هيا هيا ضربة جزاء. هيا يا لاكازيتي. لن تأخذ لي الكرة. لن تأخذ لي الكرة برينيل. أبدا حتى لو حصل أي. أريد تسجيل الهدف الثاني بليز. لا 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 تأخذ الكرة. لا تأخذ الكرة. أنا هيا شجعني. لعبة الكرة. روديغير. قلت الشجيع المغاربي. الشجيع المغاربي هكذا الشجيع في المونديال. كيف كان المغاربة يشجعون؟ كيف؟ سير سير. هيا 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 هدف هدف. لكن من هذا الغبي. هيا الهدف الثاني. لا ضاع.
ضاع الهدف. لا لا تفضل بدون مرمى سوف يعطونها اليوم. هيا 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 الاتلم تسجيل خمسة اهداف. خمسة. الهدف الاول كان على حساب، الهدف الثاني على حساب المتابعين، الهدف الثالث على حساب اليوتيوب، الهدف الرابع على حسب أخي، والهدف الخامس على حسب بي سانشيز يتقدم لكن يأخذ له الكرة. اللاعبون الجدد هيا يا دي ماركو. لا لم تأخذها، خذوا الكرة خذوا معي. لا 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 ابتعدوا من هناك. ابتعدوا. بيني أعطيه بيني. ابتعدوا ابتعدوا. بيني طويلة. بيني طويلة. طويلة للغاية. هيا ابتعدوا ابتعدوا ابتعدوا. جميلة تلعب لن تربحوها. حتى لو حصل الذي حصل. حتى لو هناك مشجعون ليسوا كثيرين فقط واحد. 100,000 واحد. هاتي موبايل. ايش هيا 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 هل اسمك خاطي؟ ليس خاطي. قاطي؟ قاطي 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 قاطي. استخدام ذراع الافتراس. لا لا ابتعدوا ابتعد ابتعدي غبي. لا كورتوا كورتوا امسك الكرة. كورتوا لقد اخذها. الحمد لله سيعطيه جيدا. قلت سوف كما للمشجعين المغربيون سيخرجون لهم. هيا سير وليس التشجيع المغربي بقى. سير وكيف لا تتحكمين؟ كيف لا؟ انا لا اتحكم. لاكازيت سوف يسجل الهدف. انظر ماذا سوف يفعل. توجد تلقائي. ده سوف يساعدنا. هي امسك الكرة لا تمسكها. امسك الكرة سيجل بهدف. سيسجل بهدف. لن يسجل هذا جميل. إذا عنده 93 هو لم يسجل. وكيف انهم سوف يذهبون للشياطين ليصلى وانت تقول لي انه انتهت المباراة. لا الشوط الاول اعني بقى الثاني وسنة. الآن سوف أصبح انتهت المباراة. الشوط الأول الشوط الأول وليس هاي سوف فقط أن أبدأ. أولي أولي سي 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 أولي 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 أولي. عنده فرصة. لا هذه الفرصة لن تكون. ضربة جزاء. أقرب ضربة جزاء للفريق الذي يكون أو الدولة التي تكون ضدي. أريد ضربة جزاء معي. ضربة خطأ وليس ضربة جزاء. لا 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 بليز 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 بليز. أعلم لماذا لم يكن يصور والآن دخلت إلى اللعبة ثانية، ولكن لكي تعلموا سجلت 11 هدفا، واحدة في الشوط الأول وعشرة لا فقط تسعة أو عشرة. كم سجلت؟ نعم كان سجلنا واحد كانت. نعم لن يحسب. لن يحسب. سجلت 10 أهداف واحد جهد أريد. نحن عندنا الفصل الأسطوري. نعم لكن أريد فريدا 88 عندما أكمل الفصل سنذهب سيكون أنا فريدا 92. فهيا باي أراكم في
فيديو القادم.